نجحت بالفوسكا والكل، انا شنو ذنبي كتلميذه نقرا كيف ما كنا نحكيوا على البريم تاع لي ستود والكل، ومن بعد نجح انا وياك بنفس المواعيد ونقرا في نفس الفاك تحته مثلا وهو عارف يتصورها، انت هو نجح بالفوسكا وانا تعب عليها والكل. كيتو خمسه وديغنييرمون معناها باك 2022 طب تجبدوا معاهم جروب اللي تدخل لهم 20 دينار وما تجبد تدخل لاكسي معناها جروب ميسنجر، يعني بحق تخافيك كبيره على الاخر وليت. باك في تونس قوت ايتود راه ما غير ايتود ما تنجمش على اساتذه المعهد اليوم ما ينجمش تعمل عليهم. والله فما بروفيت ما شاء الله عليهم تنجم تعمل عليهم وتقول معناها بروف كلي بزو معناه تقرا وتفهم، فما بروفيت الحق مقصرين في حلقه لمده شوي دونك تو اوبليجي باش مش تقرا ايتود. اها وبقداش بربي ليتود؟ ايه الاسويه متفرق نقرأ بمية ونقرأ بثمانين مية في الشهر مية في الشهر مية وعشرة مية وعشرين تسعين ماتير واحد ما لكن تقرأ أربعة وخمسة ماتيرات كيفاش؟ لا غالب يلزم ويعدي يضحي شوية الغفزيون هو هذا يوصل عام كهو هي شهرية يلزم ويعدي يضحي شوية لا غالب بعد بعد تجيه كلمة الباك في تونس سي تان بروغرام للتلاميذ لي بارون قام لي بارون عميد بل بعامين مثلا ما ياخذ حتى قرض باش ياخذ قرض يقريب به صغير وباش ينجم يوصلوا باش ينجم ياخذ الباك بموين به خاطر تاخذ باك ب 10 ولا ب 11 ما عندك ما تعمل به، يعني واحد يحكي لي روح خذ باك ويفتخر ابارتيغ من 15 14 يقول خذيت باك بزوم. قداش طموحك انك تنجح؟ مونسيون ان شاء الله مونسيون 15 ان شاء الله. قداش جبت معاد العام اللي فات؟ والله تخيس تخيس دمي وما قرينيش ما بتعرف تروزي مازلنا صغار توا هكا نكبس شويه باك. وانت كيف كيف طموح نتاع الموين زون كان سيز شي واحد على الاقل حتى كان سهل وربي وخرج لبرا، بس كي يا اما يخرج بالفلوس ولا يخرج بقرايته يلقى باش يتكلم من برا في بلاده. شو تحلم تولي؟ انا ما كيف قلت باك يكوز كل دونك حاجه في الماركتينغ كوميرس انترناسيونال حاجه هكيكه ان شاء الله. وانت كيف كيف عندي في مخي تو لا محاله باش نولي ان شاء الله كي ربي يسهل الديزاينر والا حاجه في الفينانس وفي لي ريسورس هيومان. علاش اليوم شعبه ليكو خلينا نقولوا نوعا ما شعبه محقوره؟ اي محقوره برشا برشا عبيد حتى زملائنا في السكسيون الاخرين ليتر ولا مات والكل يقولوا شعبة على فكره ما عليها مش حتى محقوره كهو. والله ما نعرفش علاش انا شريت من الاولى كنت في بالي هكا كم لي احنا صغار وديما يغرسوا لك الحاجه هذيك في مخك، من بعد كي تتبع انت غرامك شنو وشنو الحاجه اللي تحبها نقول عليه شعبة محليها ماتيغ جيستيون بالحق من احسن لي ماتيغ تقراهم في حياتك، مخك يتحل كالكول حاجات محليها مع الاخر ايكونومي خليك اجور عرفت الايكونومي نتاع بلادك نتاع العالم الكل ما فهمتش على شعبة انا بالنسبه لي كو حاجه واحده نقولها اللي برشا حاجات نجم تمشي لها مش كيما تاخذ باك سيونس نجم تمشي كان يا اما انفيرميري فارماسي حاجه كيكا مش كيما تاخذ تمشي زاده باك مات نجم تمشي يا اما بروف ولا كيما مش كيما باك كو عندك برشا بيبين محلوله بعد الباب. اي تحلك برشا هذايا شعبي حلو شعب الكل يحلو برشا والله مش الكل مثلا ريت الجماعه سيونتيفيك ياخذوا باك سيونس ياخذوا دي موايين طايحين مثلا باك سيونس تاخذ لك ب 13 ولا ب 12 من بعد يدوروا يمشوا يقراوا ايكونومي يمشوا يقراوا جيستيون في منوبه والكل برشا صحابي نعرفهم باك ليتر ويقراوا في جيستيون اللي هم يراوا حاجه جديده عليهم باغ كونت احنا هذاك هو الدومين نتاعنا هذاك جاونا فهمت مثلا انا باك كون مانيش نمشي نقرا ليتر بعد ولا نمشي نقرا انفيرميغ ولا حاجه اللي نكمل في اللي انا نحب نعمله هما اللي ما يكملوش في الدومين نتاعهم خاطر ديما اللي باك نتاعهم صعاب معناها برشا عبيد نعرفهم باك سيونس يقراو مساكن عام كامل ومن بعد تنجح في 14 14 ما تهزكش حتى شيء حتى شيء في تونس بالرسمي يلزمك ابارتيغ من 16 وانت طالعه فهمت يكون حق ما شاء الله تهزك. شو رايك في العبيد اليوم تنجح بالفوسكا وتتعدى؟ والله ايش باش نقول لك بون واحد يتلز واحد للغش يتلز صحيح اما عيب هو للغش يتلز اي 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 فما عبيد ساعات مثلا اللي تلقاه مثلا ما عندوش لا باش يقرا يتيود ولا حد شيء وبالرغم يقرا في الدار وكل ما سبحان الله ساعات يتلز يغش باش يخمم انه كي باش ينجح لي باش يفرح والديه
هو تو الكل هكاك باش يفرح والدي ثلاث زواج يمثل الكل هكاك سبحانه ربي سوري تبغش في مثلا بروميير دوزيام تلوازيام عادي ساباس اما باك راهو تغش في روحك ماكش بتغش حتى انسان تغش في روحك بيا نقولوا انت جاحت بالفوسكه والكل انا شنو ذنبي كتلميذه نقرا كيف ما كنا نحكيو على البريم تاع لي زيتود والكل من بعد نجح انا وياك بنفس المعايير ونقرا في نفس الفاك لا وبالعكس نزيدك زياده يمكن هو ياخذ حاجه خير من اللي تاخذها نخدم تحته مثلا وهو عارف يصورها انت هو نجح بالفوسكه وانا تعب عليها والكل دونك برسمي قال لي حاجه خايبه على الاخر نحس صحاب تقولوا لهم العباد اللي قاعدين يغشوا حاول عمل على روحك اقرا ما نعرفش انا حاول ابذل شويه جهد نحيها اليد هذيك من مخك باش تجيك صعيبه كانك انت مستانس ملي انت صغير تفسكي والكل اما سانس روحك في وسط العام حاول بروميير دوزيام تريميستر ما غير ما تفسكي كانت لزيت معزيه نعمل لك هكيك اما حاول برسمي راك تغش في روحك ماكش تغش في حتى انسان اخر ابر روحك انت كها الحل الوحيد اي ابر اللي هو تلز كما قلت انت الحل الوحيد للغش اللي هو الخدمه في الدار خدمه في الدار بالحق تنسى بها الغش تخدم تلقى ما فيش خاطر ولات زهره شيعه برشا او كيتا وحمصه و برشا برشا كان ما فهمتش انا كيد وحمصه وديغنييرمون معناها باك 2022 طب تجبدوا معاهم وعبيد توقفت على خدمتها معناها الحكايه مشات وتكبر برشا ما عادش فسكه عاديه وساباس معناها طب وتنحوا اساميهم من عندك وصلوا اصلا يبيعوا معناتها يقول لك اي فوالا الماتير باش نفسكيالك بالسوم ايتي ولي جروب اللي تدخل لهم فاندينار وما تجبد تدخل لاكسي معناها جروب ميسنجر يعني بحق تخافي كبيره على الاخر وليت ومش كان في تونس معناها اللي كيت جايين من زير ومن ليبيا كيف ما نعرفوا احنا دونك كان الحكايه بالحق قاعده تكبر برشا كها ايه اش تحبوا تقولوا ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله ربي ينجحنا ونفرحوا والدينا خاطر هما بون تعبوا علينا برشا واحنا لا غالب هذاك اللي وجبنا في الدنيا اللي نكبروا ونعوضوا لوالدينا وحتى فهمتني في المستقبل حتى واحد يجيب صغير يبدا متعلم يعني كيفاش باش يربي صغيره فهمت نجحت بالفوسكه والكل انا شنو ذنبي كتلميذه نقرا كيف ما كنا نحكيو على البريم تاع لي زيتود والكل من بعد نجح انا وياك بنفس المعايير ونقرا في نفس الفاك تحته مثلا وهو عارف يصورها انت هو نجح بالفوسكه وانا تعب عليها والكل كيت وحمصه وديغنييرمون معناها باك 2022 طب تجبدوا معاهم جروب اللي تدخل لهم فاندينار وما تجبدوا تدخل لاكسي معناها جروب ميسنجر يعني بحق تخافي كبيره على الاخر وليت